برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة معايا زميلتي مانويلا خالد، هي اشتغلت معايا النهاردة بقى، قالت لي انا عايزة اشتغل مذيعة، فانا مش هقدر بقى اقول لها لا يعني، وكل مرة ان شاء الله هيبقى معانا حد من اصحاب القدرات الخاصة هيقدم معايا البرنامج. اهلا مانويلا. اهلا رحاب، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه رأيك في برنامجنا؟ حلو. يعني اول ما تطلعي كده معايا مذيعة على طول؟ طبعا عايزه اقول لحضراتكم ان مانويلا كانت عملت معانا حلقه قبل كده وهي بتغني في الاوبرا، ولكن طلبت مني، قالت لي انا نفسي قوي اشتغل. بصراحه ما طلبتش، هي حلمت وانا حبيت احقق لها حلمها. قالت لي انا عايزه اشتغل مذيعه، قلت لها خلاص هجيبك مره في حلقه وتبقي معايا انت المذيعه. فطبعا النهارده الحلقه بتاعتنا هنتكلم فيها على دور الاسره. هل الاسره بتبقى داعمه، ولا هل الاسره من كثره الاحباط واللي بيصيبها لما يبقى عندها طفل احتياجات خاصه بتتراجع والامل بينكسر عندها، ولا الامل بيحيا؟ احنا معانا نموذج لامل جميل، وامل فعلا طلع نموذج من القدرات الخاصه لدرجه انا شاكه ان مانويلا قدرات خاصه بتمثل عليكم زي ما قلنا المره اللي فاتت. برحب بحضراتكم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. مدام فاطمه، مامة مانويلا. وبس. بتشتغلي يا فندم؟ لا. اهلا بيكي، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ خالد مختار، محامي ووالد مانويلا. اهلا بيكي يا فندم. بصراحه مانويلا المذيعه الجديده اللي معايا في البرنامج كده هتخليه مرفوضيني من القناه يعني. لا لا. طبعا نموذج مشرف ان اسره جميله زي حضراتكم تخطط صعاب كتيره. ناس كتيره للاسف لما يبقى عندهم مشكله زينا وابنهم بيكون ذوي قدرات خاصه مش بيقدروا يكملوا، ممكن يجي لهم احباط طبعا من الصدمه اللي هم بياخدوها في الاول، ولكن بفضل الرحمن ان هم بيقدروا يكملوا، وربنا بيربط على قلوبهم وعلى عقولهم، بل بالعكس كمان بيطلعوا نموذج محترم زي زميلتي مانويلا. طبعا مانويلا في حلقه من الحلقات قالت لي ان هي الشجره. عرفيني يا مانويلا كده عشان نسيت بصراحه، عرفي الجمهور، كلميهم اهو. مش عارفه اقول ايه. انت ليه اسمك مانويلا؟ معنى ده باباها بقى هو اللي يشرح الاسم ده لان هو اللي اختاره. طب خلاص بقى نسيب بابا. بابا هو اللي يشرح الاسم ده. هو اللي اختاره. قول بقى معنى اسمي. هو مانويلا هو اسم اسباني، وهو عن شجره بتطلع في اسبانيا، في بتطلع زهره مره واحده في السنه. فهي اسمها عندهم يد الله. فزي مانويلا ومانويل، فزي الاسماء عاديه. جالك منين يا فندم الاسم ده؟ يعني اسم غريب لحضرتك. قوي، اسم تحسي كده شاعري قوي، رومانسي قوي. هقول لحضرتك، هو باختصار شديد جدا هو ده اسم اللي كان اختاره المخرج يوسف شاهين في فيلم المصير لليلى علوي. فهو مانويلا ما كانتش اتولدت بقى. لا ما كانتش اتولدت ومانويلا، فهو الاسم عجبني. ده كده المذيعة بقت بنتي بقى، ده كده كارثه يا جماعه. فهو الاسم ده اخترناه واخواتها اختاروه، فكان قبل ما تتولد مانويلا كان اخوها الاكبر منها شويه من نور، فكنا معتقدين ان هو بنت فقلنا مانويلا. فشاء القدر ان جه نور، وبعدين بعد كده بقى بعدها بخمس سنين جت مانويلا، فاخواتها اللي صمموا، اخواتها الكبار صمموا على ان يبقى اسمها اللي جايه دي اسمها مانويلا. ده بجد اسم جميل جدا. طيب مانويلا عايزه تسال حضرتك سؤال. اتفضلي. حضرتك بتوجهي رساله لكل ام عندها ابن ذو القدرات الخاصه. والله هي تتعامل معاه كطفل عادي وتحاول تحتويه، ونظره المجتمع كانت ليها يعني كانت بتضايقني انا شخصيا. ما كانش في حد بيحتويها في الكلاس بتاعها، ما كانش في حد بيتكلم معايا، كانت دايما منطويه لوحدها، فده كان بيضايقني. فحاولت اعرفها ان انت عندك قدرات مش عند حد، نحاول ننميها، هنبقى ربنا انعم علينا بيها. فاحنا نحاول ننميها والحمد لله. مانويلا طلبت منك توجيه رساله، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يحتووا الطفل، يحتووه ويحاولوا يشجعوه ويحاولوا، يعني دي موهبة ربنا حبنا بيها. احنا ما نخبيهاش ولا نحاول نبعدها عن حد، لا. احنا نفتخر بيها ونحمد ربنا ونحاول نقويها ونبقى واقفين جنبها. حضرتك قدمتي ايه لمانويلا؟ ساعدتيها ازاي؟ يعني هي مانويلا بصراحة هي كانت في الكيجي كانت بتحب قوي تخش المسرح.
بتحب تخش المسرح، فانا حسيت انها بتحب المجال ده. يعني حضرتك ايه دعمتيها ان هي شفتي الناحيه الفنيه القدرات الفنيه بتاعتها فيها، وابتديتي ان هي تحطي النوت على الحروف، فابتديت بقى نروح الاوبرا المجال بتاعها، فلقيت هناك فرقه يعني جميله جدا. ماشي، ربنا الحمد لله حبها بيها. يلا نشوف تقديم دماء تقرير تقرير ده مع بعض. في هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير على العلاج الاكسجين والسي بي او الشلل الدماغي، ومدنا نوهت للتقرير نشوفه مع بعض. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، حياة تعيش وحيد وسط الظروف. عرفني بنفسك. مصطفى مجدي احمد. عمرك كم سنة؟ 26 سنة. ايه البطولات اللي انت خدتها وايه الالعاب اللي انت نجح فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتلعب ايه؟ سلة والعاب قوة وبولينج. بقالك كم سنة بتلعب؟ كتير بلع. تمام، ايه النجاحات اللي انت حققتها والميداليات اللي انت خدتها؟ كانت في بطولة ايه؟ العاب الكرة وكرة السلة والبولينج. وايه تاني؟ والعاب الكرة عمال زي الجلة والجري. يعني العاب القوة انا معرفهاش على فكرة، اللي هي الجلة دفع الجلة والجري كده. احنا عرفنا مع معلومة جديدة من مصطفى. طيب انت بقى بالنسبة لك ايه اللي بتحلم بيه؟ بتحلم بايه؟ نفسك تبقى ايه؟ تبقى بطل كبير في العالم؟ ابقى بطل العالم ان شاء الله. بطل العالم في الجلة؟ في كل الألعاب الرياضية ان شاء الله تبقى احسن بطل. حفيق مين اللي بيساعدك؟ لا كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ومين تاني؟ ماما لا يعني؟ ماما بتعملش حاجة خالص؟ لا هي بتحضر معايا بس. برضو؟ هي بتحضر معايا وبتشجعني. يعني ماما هي الداعم ليك وهي اللي بتساعدك وهي اللي بتحاول توصلك ان انت تبقى بطل العالم ان شاء الله في الحاجة اللي انت تتمناها. ممكن اتعرف بحضرتك يا فندم؟ مدام سناء خميس. اهلا وسهلا يا فندم. عايزين حضرتك توجهي رساله لكل ام، انت طلعت لنا بطل ويعني ما حاولتيش تعملي زي ما معظم الامهات لما بتصدم بتخبي ولادها وما بتطلعش للمجتمع وبتجيلها صدمه نفسيه، ازاي انت قدرتي تكسري الحاجز ده؟ الحمد لله، يعني من صغره وانا بجري بيه بصراحه، يعني لما لقيته اتاخر في كل حاجه فالحمد لله يعني يعني سألت بعد كده هم يعني ممكن مثلا يدخل في ايه، لقيت في ألعاب رياضية كتير ممكن يتشارك فيها، فلقيته حب بقى لعبة ألعاب القوة اللي هي بتشمل الجلة والجري، وحب السلة جدا وأخذ بطولات. فأنا نفسي يعني كل أم لها ابن ذوي قدرات خاصة إنها تجري معاه وتسعى وتسأل، ما تقعدش وتزعل وتخبيه، لا تشوف ابنها بيحب ايه. في اولاد كتير بتلعب كاراتيه وفي جولة وفي جري، العاب كتير قوي، تشوف ابنها بيحب ايه وتشجعه وان شاء الله ياخد بطولات ويبقى بطل عالمي يعني باذن الله ان شاء الله. في حد من الاسره بيساعدك برضو ولا انت اللي شايله الحمل لوحدك على اساس ان انت ايقونه الامه المصريه؟ لا بصراحه بابا برضو يعني ليه فضل، كفايه ان هو يعني بسيب بابا واخواته عشان هم يعني دي اكبر مساعده بصراحه. يعني معنى كده ان الاسره كلها داعمه لمصطفى. طب احنا عايزين من حضرتك توجهي رساله لكل ام عندها ذوي قدرات خاصه، تقولي لها ايه عشان تبقى يعني حضرتك سبورت ليها؟ اقول لها انت يعني دي نعمه ربنا بعتها لك، وما تزعليش، المفروض تبقي فخوره بيه، لان ده فعلا اللي هيدفعك انك تدخلي الجنه، جريك معاه وتعبك معاه هو اللي هيدخلك الجنه.
واحنا فعلا حاسين قد ايه انت عملتي مجهود وقد ايه خليتي لنا بطل يشرفنا في كل مكان بيروحوا، وان شاء الله يبقى بطل عالمي بفضل ماما شادو اللي هو حضرتك. شرفتينا يا فندم. شكرا جدا. شكرا. عرفينا بنفسك. انا مش سامع. علي صوتك، علي صوتك. بتي اشجان ايه؟ بتي روبي. اشجان صبحي. عندك كم سنة؟ بتي. بتحبي تلعبي ايه بقى؟ رياضات المفضلة ليكي؟ بوتشي. فهميني بقى، مش فاهمة انا اللعبة دي، اول مرة اسمع عنها. بوتشي. بوتشي لعبة البوتشي طلعت لعبة أولمبية وجابت فيها السنة دي ثالث، وهي السنة اللي فاتت لعبت سلة كانت بطولة عالم فوزاب، جابوا تاني على العالم. يعني انت بطلة عالمية؟ بطلة عالمية؟ طيب ممكن يا فندم تقول لنا يعني ايه لعبة البوتشي عشان احنا مع يعني نفهم الجمهور بس؟ لعبة البوتشي دي زي لعبة البيلي بتاعت زمان، بس هي الكرة بتبقى وزنها حوالي 2 كيلو او كيلو الوزن بتاعها، وبيبقى ثلاث كور في الارض، وفي كرة منهم بتبقى كور ثلاثة، في لازم فريقين يعني لازم واحد يعني بنتين او ولدين، وبتبقى في ثلاث كور عنده وثلاث كور عندها، وفي كرة بعيد، فالكرة اللي هي بترميها بتبقى الرمية بتاعتها كده، فعلشان تجيبها لازم تجيب توصلها للكرة اللي موجودة في بعيد شوية، فلما بتوصلها بيشوفوا بقى مقاس الكرة قد ايه، وبتبقى كسبانة بالطريقة دي. هما يعني بعد ما يكسبوا البطولات اللي هي داخل مصر بعد كده بيطلعوا بطولات عالمية؟ منتخب محافظة اسكندرية على جميع المحافظات، كل محافظة بتعمل منتخب لها، وبعد كده بتتصفى في القاهرة بقى المحافظات دي كلها، وبعد كده بتبقى بطولة عالم بيبقى منتخب مصر. ايه البطولات اللي هي دخلتها اجي؟ احنا دخلنا بطولات كتير، العاب قوة وباسكت كان هو اخر حاجة السنة اللي فاتت، ودخلنا بوتشي السنة دي، وان شاء الله نازلين البطولات اللي جاية، نازلين العاب قوة وكرة قدم وحاجات كتير. يعني هي حققت نجاحات برا عالميا ولا زي؟ عالمية كانت أبو ظبي، كانت شمال أفريقيا، وطلع من اسكندرية ثلاث بنات باسكت في منتخب مصر، والحمد لله طلعوا الثاني على العالم. بتدرس في ايه؟ تربية فكرية. في سنة كام؟ تالتة اعدادي، تعتبر ثانية ثانوي يعني. بتحلم بايه بقى اشجان؟ بتحلمي بايه؟ نفسك تطلعي ايه؟ تبقي ايه؟ تشتغلي وتتجوزي. تشتغلي ايه؟ تشتغلي هنا في الكافيه؟ هتبقي شاطره يعني؟ هتعملي ليمون بالنعناع كويس؟ طيب يا فندم عايزين بقى رساله من حضرتك لكل ام عندها طفل ذوي احتياجات خاصه بمناسبه اليوم العالمي للاعاقه، واحنا شايفين حاجات يعني يفخر لها العالم كله من مجهودكم وتعبكم، فعلا ماما شادو بجد. توجهي رساله لكل ام تقولي لها ايه؟ والله اولا دي هديه من ربنا، ربنا بعتها لنا، وما بيرزقش يعني مش كل ام بترزق بيها، وهو رساله منه ان هو بيشوف ان هي هنقدر ان احنا نراعيهم وهنوصل بيهم ولا لا، والام اللي بتراعي عند صوابها عند ربنا كبير طبعا، وان هي تهتم ببنتها او ابنها ما تدرهمش، لان بجد لما بنهتم بيهم بيوصلوا وبيبقوا جمال جدا. اكيد جمال بماما زي ربنا يخليك يا رب. في نهاية اللقاء بشكرك جدا. شكرا لزوجك. في نهاية الحلقة
الحلقة بشكر زميلتي مانويلا خالد، زميلتي المذيعة الجديدة معايا، وبرضو بشكر المدام فاطمة، بشكرك جدا يا فندم وبحييكي على دعمك لبنتك، وانتي نموذج وأيقونة للأم المصرية، وبشكر حضرتك يا فندم كداعم لمانويلا، وياريت كل الآباء يعني يحتزوا بحضرتك، لأن هم بصراحة معظم الآباء على حسب ما بيجينا ان هم بيخلعوا يعني ما بيشاركوش خالص غير بالماديات. لا لازم يعني يكون في عندهم اهتمام بقى. في نهايه الحلقه بشكركم جدا، بشكركم في نهايه الحلقه، بشكر حضراتكم واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.